حدث احد المشايخ بالتلفزيون يوم الجمعه بتاريخ 12/6 يقول ان الانسان اذا قضى الحاجه وقصر على ملابسه شيء من البول ليس فيه حرام بل انه مكروه. افيدونا جزاكم الله خير الجزاء. ما هو من يقول هذا عالم؟ اسال هذا جاهل. ما يقول هذا عالم؟ رشاك البول نجس. اذا اصاب ثيابه رشاك البول وجب غسل البول، واذا اصاب رجله غسلها، وهكذا اذا اصاب شيئا اخر. النبي عليه الصلاه والسلام يقول استنزه من البول فان عامه عذاب القبر منه. استنزه من البول، ويقول اكثر عذاب القبر من البول. هكذا صح عنه عليه الصلاه والسلام. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم قبرين فقال انهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى، اما احدهما فكان لا يشتد من البول، وفي غير لا يتنزه من البول، واما الاخر فكان يجب النميمه. دل على ان عدم التنزه من البول من اسباب العذاب. وهكذا المشي بالنميمه بين الناس، يتكلم يروح بين الناس يقول فلان قال فيكم كذا، فلان قال فيكم كذا، يسعى بين الناس بالنميمه حتى يشوش عليهم، وحتى يثير بينه الشحناء والعداوه والعياذ بالله. هذه من الكبائر العظيمه. فالبول يجب التنزه منه ولا يجب التساهل فيه. اذا علم انه طار من بوله شيء على ثيابه او على انائه في وسط انائه او على رجله صب عليه الماء. نعم، هذا بإجماع المسلمين ليس فيه نزاع.